اخيرا شمس، جاي لك سؤال بعيد شويه عن الموضوع. انه يعني حد كان مصاب بكورونا، والسيده دي بعد ما طلعت حاسه ان دايما وشها شكله ضعيف، جسمها ضعيف، شكلها شايفه انه مش حلو، تحت عينيها غامق، شايفه ان الوش يعني لونه مش مش برونقه بنضارته، تعمل ايه؟ تاكل الحاجات اللي فيها الفيتامينات اللي ترجع لون تاكل وشها حلو، يعني فاكهه خضار، الحاجات دي مهمه قوي، اهم من الفيتامينز نفسها. يعني لو طلعت كل واهم من الفيتامينز، الميك اب. يعني هي انا اعتقد بتسال عشان تقولي لها تعمل ايه، ازاي ميك اب تداري، بس طبعا ميك اب ده بدانا اخر حاجه. بالصحه، في النهايه لازم يبقى الصحه كويسه والاكل كويس لو عشان هو وشها اللي لونه هيستمر في بالظبط، الشكل. لو وشها لونه حلو وجلد وشها صحته كويسه. يعني في ناس مثلا بيبقى عندها 22 سنه وتبصي على وشها تحسي ان هي عندها 50 وهي صغيره جدا، عشان ما بتهتمش ببشرتها. وفي بقى العكس، وده اللي دلوقتي موجود من استحى من في جمال الفترة الداخلي بقى. دي. دايما الجمال الداخلي بنشوف لا الناس بيأثر فعلا، بالظبط الأكبر واخدين بيسهل، حتى بيخلي تأثير الجمال الخارجي يبقى أطول وأقوى. طبعا أكيد أيوة طبعا، فالصحة النفسية من جوه لما بيبقى الإنسان بتخدم الشكل متوازن. طبعا الخارجي طبعا طبعا. صح.